ما بيزعل يعني. هيدا ابنك الله يرحمه. الله يرحمه ويرحم امويتك، يعني هو ما بيزعل. انا والله انا زعلت بالاول، زعلت بالاول بعدين. ليه عم تدمع؟ مش بايدك وديته للموت؟ لا اكيد لا. شو لا؟ اكيد مش بايدي. ابنك مش راح عم بحارب مع حزب الله؟ لا لك هو انا بتصدقني ولا ما بتصدقني؟ اكيد بصدق. والله العظيم ما بعرف وين راح، عم بحلف بالله العظيم، وممنوع يقول لي ولا بيقول لي وين راح وين اجى، ممنوع. بعدين ما ربنا كتب انه ياخذ امانته. انا هلا انا كثير انبسطت انه الي بالجنه الي حدا. حلو. هو هي صورته في عليها علم حزب الله من وراه. هو كان طبعا. بس سؤال جاوبني عليه، هل هو لما توفى الله يرحمه كان بي كان مع كان مع كان بمجموعه؟ طبعا هو حر، مجموعه حزب الله. هو حر، ما سالني بروح ولا ما بروح. يمكن اذا سالني يمكن غص، يمكن غص وخاف يعني، مش مش مثل اللي ضحى بولاده وما خاف. يمكن انا خاف، يمكن انا ضعيف. بدي عزبك تمسكها هيك، بدي اياك ترسيل يوم على الهوا مع تمام. كيف ترسيل ابنك؟ انا بهني حالي فيه اصلا يعني، انا بهني حالي فيه يعني، انا منبسط انه يوم من الايام بدنا نموت. ليه عم تبكي طيب؟ ما زال بتهني، ليه عم تبكي؟ من الفرحه شو يعني. لكن الفراق صعب، والموت حق، ومساله كثير بسيطه يعني، انه يوم من الايام بدك تموت يزعل عليك ابنك. بس هاي للاسف كانت بالعكس، انه مات الابن وانا زعلت، عرفت كيف؟ والحمد لله على كل شيء، والله يهنيه على النهج اللي مشيه، مشي بنهج كثير رائع وما بيزعل، ما بندم والله ابني كان ما بعرف شو عم يعمل وراح، لا راح يرفع الراس والله معه. بدي اسمع منك غنيه لابنك، شو بتغني؟ غنيه. اخر دمعه هي كانت اغنيه نظاميه عم سجلها، ولما توفى الله يرحمه اخذت عاد ما عاد بدي اغني يعني، كنت بدي الغي موضوع الطرب وهي وشيء الناس وكذا، انه الدنيا هيك وبدها تستمر وبدك تعيش الحياه وعندك اولاد وعندك يعني. لما توفى ابنك انت قلت انك تعتزل الفن. اي صح، نهايه الموضوع. مقطع صغير منا تفضل. وين الكانو رفيق كنت بقربه واخدره، خلى قلبي يلم جروح ما يعني انا، ما يكفينا عتابه لو مش ترك لي الا هموم، واخر دمعة تشوف اليوم من عيني انا، فرم جيت تدق الباب يمكن ما تلاقيني. حنيني كان اللي بقلبي بكى وارتاحت عيني، لكن عيني اللي بدعواك ما بتخليني مرة لحظة وانسى ما تنسيني. لو كنت تعرف على قلبي ربيع الأسمر، نحن موجودين بنايت كلوب تبعك.